يا أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد التفقيس غادي نبارطاجي معكم اشنو الكتاكيت تيخصك تعطي الكتاكيت ديالك. كيف ما تلاحظوا معايا، هذا هو الديماراج ديال الكتاكيت. غنعطيه ليهم جوج سيمانات بالمشوية، كبر واحد شوية باش يولوا ياكلوا باقي الأكل مع القاطع الآخر. كما تلاحظوا معايا، هو هذا هو الديماراج. لاحظوا معايا ديما، شوفوا معايا كيفاش تياكلوا. فإن فوا كيف تيتزاد الكتكوت، فهذا هو هذه هي الوجبة اللي تبدا بيها. راه يمكن لك تعطيها ليهم حتى شهر وتخلي من يدمجوا مع القطع ديالك العادي، تبقى تعطيهم اكل عادي كيف باقي القطع الكبير. هادشي اللي تندير، تنعطيهم ديماراج تقريبا لمدة شهر، وكان تي اوتوماتيكمون تخرجهم عند القطع الكبير. كيف ما سبق وقلت لكم، راه شنو تعطيهم الوجبات اللي تعطي القطع الكبير إضافة إلى الربيع باش ما تبقاش تخسر بزاف. فهذا تخسر عليهم شوية فهاد الشهر هذا، غير تسعر الديماراج وتعزلهم بوحدهم باش يقصحوا واحد شوية. دابا أنا في الصباح تنخرج هاك القطع الكبير للسطح وتنخليهم هما ليبر هنايا فهاد العنبرة تيتمشاو شوية. وكيف ما قلت لكم، راه بقات لنا 11 هي اللي خرجت، 11 فلوس كتكوت. هانتوما تبارك الله كلهم مزيان تياكلو بوحدهم. دابا راه حطيتهم الصباح، دابا على اي راهم دابا كاملين واكلين مزيان. انا غير عاودت بارطاجيت معكم هاد الحلقة هادي باش تشوفوا اشنو تيخص تعطي الكتكوت ديالك في الشهر الاول. هو الدماغ اللي قلت لكم نشري لي معايا شي حاجه قليله غير الحساب. هو هذا الدماغ، ديما حاول تعطيهم باش يولفوك باش يطلع، باش ما يبقاش يخاف، حيت الا هدات القاطع ولا تتخلع منك، خصوصا اللي كنتي مربي في السطح، راه غادي يبدا ينقز لك في السطوح الاخرين وغيبدا يخرج لك على برا. حيت هادشي راه سبق وطرا عندي، غير ولاد الحومه هما اللي قاموا بالمساعده ديالي باش ديت هداكشي. ومن بعد عاد وليت، راه كاينه حلقه كيفاش تخلي القاطع ديالك يولفك وما يبقاش يخاف منك. هو دابا دابا تقريبا شي 11. دابا غنبدل ليه من الماء، من بعد ما كلاو الوجبه ديالهم غادي نبدل ليه من الماء وغادي نخليهم ليبر. خرجت يتمشاو حنايا، على الله كنت نظفو. دابا كيف ما سبق قلت لكم، هو تلقى التراب هنا، الرمله، الرماد، كاع هذيك الحاجيات ديال الدجاج البلدي اللي غتخصو على برا تنوفرها له لداخل. خاصك توفر لي كاع هذاك الشيء اللي غيحتاج على برا، هذاك الشيء اللي غيحتاج على برا توفره ليه لداخل، لا من التراب، لا من الرمله، لا من الرماد. حيت الرماد راه هو الشيء اللي كان عندك الرماد، ما عمرك ما غاديش تخاف منك الحشرات، لا البرغوت، لا هذاك واحد الحشره راه بيضه كاين شي يسمو كلها القميله، كل واحد شنو تيسميها. هذيك هي الخطيره جدا، الا هدات قاصت لك القاطع ديالك فراه كل شيء غادي توسخ، وسيرتو انت دير القاطع ديالك في السطح باش ايفيتي هادشي. الا ما كنتيش قادر تشري برودويات الدواء ولا شي حاجه دي باش تعقم العنبر ديالك، فما عليك الا الرماد. ديما يكون عندك الرماد، راه هو هذا الرماد، راه هو هذا الرماد. راه تيكون واحد فيه، تي هو اصلا تكون واحد البقايا ديال الحطب من بعد الاخر، راه تيكون فيه واحد البودر رقيق بزاف، واحد البودر رقيق بزاف. فاين فوا تدرى لكن اين فوا تدوش به الانثى ديال الدجاج،
فما تبقى حتى شي حاجه كاع هذوك حتى اللي كانت على الله بيدي شي حاجه راه ما تبقى حتى شي اللي كان بيدي شي حشره صغيره ولا شي حاجه كلها تتموت سير بلاص. انت ما تبارك الله كتاكيد راه في حاله جد جيده وما تياكلو بحدهم هما هادو. بالنسبه للبيض راح تيكون فهاد الصنادق هادو عندي ثلاثه تاع البيض دابا. وكيف ما سبق قلت لكم راه هذا الاغلبيه البيض اللي خرجت راه ديال الديك. اول قطع هو هذا على برا مش في السطح في الوقت اللي هادي غتمشى شويه مع الكتاكيت غادي نخليه هو على برا وما تتخافش ما تيشيش شي جهه ولا شي حاجه. الى هنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما ادعو كل المشاهدين لدعم قناتنا وبالضغط على زر الاشتراك لمن يشاهدها اول مره، والى الحلقه المقبله ان شاء الله.